تواصل القوافل الطبية أعمالها بقرى محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وتوافد المئات من أبناء قرية بنيان بحري التابعة لمركز ذراو في أسوان على القافلة، حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاج بالمجان. من جانبهم عبر أبناء القرية عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدتهم في تواجد هذه القافلة التي وفرت عليهم عناء التنقل لعيادات الأطباء وتكبد مصاريف العلاج. احنا النهارده في قريه بنبان بحري التابعه لمركز ذراو، بنتوجه للقريه المستهدفه، بننفذ فيها القافله على مدار يومين. بيتوجه المواطن للحصول على الخدمه الطبيه في التخصص المطلوب، فبيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الاخصائي او الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي، محتاج اشعه عاديه او اشعه سونار او محتاج تحليل، بيعملها عندنا في القافله بالمجان. لو محتاج رعايه ثانويه، تدخل جراحي او اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي او منظار، او اذا كان من اصحاب الامراض المزمنه، بنوجهه لاقرب مستشفى تابع لمديريه الشؤون الصحيه، بنستكمل بها الاجراءات وبنصدر قرار علاج على نفقه الدوله للحصول على العلاج الشهري. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهده المتواصل للقافلات الطبيه اللي بتجينا على طول في قريه بنبان، والناس متواجده وعاوزين الموضوع ده يستمر ان شاء الله كده على مده طويله، يعني